السلام عليكم اخواني اخواتي، معاكم الاخصائي بالطب البديل بظهري. اليوم نبي نتكلم عن السكر تايب 2 اللي توهم بلشين حبوب انسولين. اول شيء عسى الله يشافي الجميع ان شاء الله، ان شاء الله بهذه الحلقه ان شاء الله يا رب انكم يعني يعانون من مرض التايب 2 السكر، الكل يتشافى منه ان شاء الله، بس لازم تلتزمون بالطريقه. اول شيء نبي نعرف ليش ياك السكر وشلون ياك، وهذا الفيديو مهم حق الناس اللي جايين بالدرب، يعني انتبهوا. اوكي خلنا ناخذ فكره بسيطه. كليت سكر، اتفقنا؟ الانسولين صعد اللي بجسمك، الانسولين شنو وظيفته؟ اي سكر يشوفه يصعد. قام السكر خذ السكر لهني، وين قطه؟ بالخلايا الدهنيه. قال حق الخلايا الدهنيه فتحوا الباب، انا انسولين. اي تفضل، دش السكر داخل. يوم ورا يوم، شهر ولا شهر، خذيت سكر، الانسولين يصعد هالمسكين، يقول حق الخلايا فتحوا الباب، منو حضرتك؟ انا الانسولين، يلا دش. 3 سنين 4 سنين لا مصختها السكر، ها انا زهقت، فتحوا الباب، منو حضرتك؟ هو منو؟ انا الانسولين يا خلايا، فتحوا الباب. ما نبي نبطل، شنو؟ فتحوا الباب، ما نبي نفتح، فتحوا الباب، السكر عالي بالجسم، يلا ما احنا مبطلين. يبا ليش ما تبي تبطلون؟ ليش؟ والله لان السكر عندنا زايد، واحنا مو محتاجين سكر، اللي عندنا كافينا بس، واحنا ما احنا مبطلين لك يا الانسولين. ماشي اوكي. شو يسوي الشخص؟ يروح المستشفى، والله انت مريض السكر. اي وشنو يعني؟ تفضل هذا دواك، هذا الانسولين، وهذا حبوبك. الابره شنو تسوي؟ الابره نفس وظيفه الانسولين، تدش الجسم، تروح حق الخلايا، تقول لهم فتحوا الباب، انا الانسولين الخارجي اللي اقوى من اللي ضعف اللي تعب، فتحوا الباب. تقوم الخلايا تفتح، ليش؟ لان الانسولين جدا عالي، مو نفس اللي عندك، تقوم الخلايا تفتح. وبعدها تقوم الخلايا تفتح على شنو؟ الانسولين الخارجي. انزين وين المشكلة؟ المشكلة ان الخلايا الدهنية هذه متشبعة، لازم نعطشها، نبي نعطشها عشان تفتح، عشان ما نحتاج الابرة، نبي الانسولين الطبيعي اللي بجسمنا وهو اللي يدخل السكر داخل الخلايا. انزين بعض الناس يقول والله انا ما اكل سكر، والله العظيم بين فترة وفترة. انا اقول لك فركتوز اللي دابينه 24 ساعة فواكه، هذه الفواكه فركتوز سكرها عالي، تدش الكبد تتحول شنو؟ جلوكوز، تصير نفس هذا. وسخت البيت. اتفقنا؟ بظهري انا لا اكل فاكهة ولا اكل سكر. النشويات، البغوليات، تدش الكبد تتحول سكر، نفس الطريقة. لازم تقلل السكر كثر ما تقدر. أول شيء السكر. الأنسولين العالي يجرح الأوعية الدموية. الانسولين العالي ايش يسوي؟ بعد ما يجرح الاوعيه الدمويه، منو الاسعاف؟ المسكين الكوليسترول اللي ظالمينه، يقوم الكوليسترول يدش الوعاء الدموي اللي تجرح، يقوم يسكر، يقوم يدش الوعاء الدموي اللي تجرح، يقوم يسكر، من الانسولين يسكر يسكر، لما تيجي الكوليسترول صغيرونه تسكر ويصير الجلطه. ودائما عندهم التهابات بالاطراف مرض السكر، ليش؟ لأن الشرايين الكبيرة تتحمل، لكن الشرايين الصغيرة ما تتحمل التلسع اللي جاي من الأنسولين، النظر يقل، وشنو بعد؟ قرقرينة. عرفتوا ليش؟ عرفتوا ليش العروق الصغيرة اللي مو قاعد يوصل لها دم؟ ليش؟ من الأنسولين العالي، العروق صارت صغيرة، ويبلش من أول شيء بعيد عنكم الشر، الغرغرينة من الريل وانت اللي صاعد. مدام انت للحين او توك داش مرض السكر او ما صارت لك هذه الاعراض، تكفى الحق على عمرك. الحين بقول لكم العلاجات هذه ان شاء الله خلال فتره بسيطه، والله العظيم ما راح تحتاج الانجكشن. اتفقنا؟ ناخذ بريك وراجع لكم. رجعنا لكم. الحين نبي ناخذ اشياء تساعدنا اساس السكر يروح منه ويرجع، والله يشافي الجميع ان شاء الله. رقم 1، اول شغله نمشي. المشي يعدل من كفاءة الانسولين، يخلي الانسولين والبنكرياس يشتغل بصورة اقوى. المشي
ثاني شغله بدام مشكلتنا احنا ان الخلايا شبعانه لازم نجوع الخلايا، شنو نسوي؟ نتبع نظام الكيتوجينك. الكيتوجينك ما يحتاج الانسولين بشيء، يقول حق الانسولين خلاص اللي هو شنو؟ بروتين ودهون. الانسولين ما يصعد لا على الدهون ولا على البروتين، يعني الانسولين قاعد ومستانس. الخلايا اللي كان يدز لها الانسولين وما كانت تفتح راح يمر لها شهر شهرين، راح شو تسوي؟ تدق على البنكرياس. السلام عليكم بنكرياس. عليكم السلام بنكرياس، ماكو سكر قاعين، شو السالفة؟ الحين يبون سكر. خلاص خلاص ندز لكم شوية، كلك وجبة سكر، تلقاها دشت بالخلايا الدهنية وراحت. انزين، على اساس السكر لا يرتفع عندك عادي ان شاء الله راح تترك الابر وتترك الحبوب. اول شغلة قلنا المشي. الاسترس شو يسوي بالانسولين؟ يصعده. احنا ما نبي الانسولين يصعد لان الخلايا الدهنيه ما تبتفتح، خلاص خلي الانسولين يرتاح شويه. الاسترس شو يسوي؟ يخلي البنكرياس يتحرك، يخليه يفرز انسولين. يعني اذا انت دائما متضايق وتبتتبع هذا النظام، خذ لك مغنيسيوم فوار اشربه، راح يهدي اعصابك. اذا عندك استرس الحلقه هذه ما راح تناسبك، تكفى ضبط الاسترس عندك. نشرب شغله موجوده بكل مطبخ، الدارسين. ابي 24 ساعه تشرب دارسين، مع كل وجبة حط عليها دارسين، راح تخفض السكر. عندنا البامية، أبيك تنقعها من بالليل، وأبيك تخلي تحط 6 حبات تأكل 3 الصبح و3 بالليل. هذا شي يسوي؟ هذا راح ينزل السكر عندك. وأبيك تأخذ أو استشير طبيبك الكروميوم والفينيديوم، هذول نفس الطريقة، الوجبة اللي فيها سكر ما يخلون حمل على البنكرياس وينزلون لك السكر. اتفقنا؟ والله يشافي الجميع ان شاء الله. وهذه التجربه وايد ناس اصلا جربوها، وانا مجمع معلومات من هني من هني من هني من هني، ويا يوصل لك اياها وانت قاعد وطالعني ومو تعبان بشيء، انا اللي تعبان. اتمنى تطبق هذه، اتمنى اتمنى جد جد اتمنى، وتطبق كل كلمه قلت لك اياها تسويها، والله العظيم وبالله الكريم ان راح تتشافى من هذا المرض. طبعا كل هذا باذن الله سبحانه وتعالى ومن دعاوى الناس لك. حسنا الله يشافي الجميع وخلكم مع بضاري.